بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وما زلنا في تفسير قول الله عز وجل في سورة يوسف عليه السلام في الآية 100. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. مر بنا في الدرس الماضي، قرأنا بعضا مما ورد في تفسير هذه الآية الكريمة، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فمنها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا قيل لهم من خلق السماوات ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم مشركون به. وأيضا تكلم عن الشرك الخفي، وتكلم عن يعني بعض ما ورد في التحذير من الشرك بالله عز وجل. قلنا الشرك إما شرك أكبر يخرج عن ملة الإسلام وصاحبه مخلد في نار جهنم، وإما شرك أصغر لا يخرج عن ملة الإسلام ولا يخلد صاحبه في النار. ثم الشرك الأصغر منه ما يكون قوليا، كقول الرجل ما شاء الله وشئت، والحلف بغير الله تعالى، وقول القائل لولا الله وأنت أو لولا الله وفلان لحصل كذا. فهذا كله من الشرك الأصغر القولي. ومن الشرك الأصغر العملي تعليق التمائم ونحو ذلك مما يكون من الشرك الأصغر العملي. ومن الشرك الأصغر القلبي الرياء، وكنا قد توقفنا عند الحديث عن الرياء، وهذا كله له صلة بالآية الكريمة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لأن بعض المفسرين فسرها بأنها يعني في المسلمين الذين هم يؤمنون بالله تعالى ولكن يقعون في أشياء من الشرك الخفي. يعني هناك تفسير حملها على المشركين شركا أكبر الذين يقرون بأن الله تعالى هو الخالق والرازق ولكن يعبدون معه غيره. فهذا قول، والقول الآخر فسرها في الشرك الأصغر في من يؤمنون بالله تعالى، يعني معهم القدر الذي يعني ينجيهم من الخلود في النار، ولكنهم يشركون بالله تعالى شركا أصغر من مثل تعليق التمائم ومثل الحلف بغير الله ومثل الرياء. فهنا الحديث عن هذا النوع من الشرك. توقفنا عند قول الإمام ابن كثير رحمه الله قال: وعن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، ومن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. قالوا عن أبي سعيد بن أبي فضالة قال رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه ينادي مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. رواه أحمد. وقال الإمام أحمد وساق الإسناد إلى محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الرياء، يقول الله يوم القيامة:
إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. فهنا سماه النبي عليه الصلاة والسلام شركا أصغر وهو الرياء، وهو أن يعمل الرجل العمل يريد به مدح الناس وثوابه، العمل الذي يتقرب به إلى الله وينبغي أن يبتغى به وجه الله فيعمله يريد به مدح الناس ويريد به ثناء الناس. ثم ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله روى بإسناده وساق السند إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. وهذا أيضا نوع من الشرك الأصغر والتطير، من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. والطيرة هي التشاؤم، يعني أنه تشاؤم من شيء كان مثلا متوجها إلى سفر أو مقدما على زواج أو تجارة أو شيء من هذا، فسمع مثلا اسما كريها أو قرأ مثلا لوحة فيها اسم مثلا مذموم أو كذا، أو بعض الناس يعني ربما تشاءم أنواع من الطيور، رأى طيرا مثلا طائر البومة، طائر مش عارف كذا، يعني أشياء معينة. كل قوم لهم أشياء يتشاءمون بها، حتى في بعض هذه البلاد مثلا يتشاءمون رقم 13 تقريبا، في بعض البلاد بعض المناطق تجدون يجعلون الطوابق مثلا لغاية 12 ثم بعدها مباشرة الرابع عشر مثلا مباشرة وهكذا، فيتشاءم مثلا، فإذا مثلا خرج له رقم 13 13 يتشاءم ونحو ذلك. وأصل الطيرة أن العرب في الجاهلية كانوا يطلقون طيرا بكيفية معينة، يعني فإن توجه يمينا تفاءلوا وإن توجه يسارا تشاءموا. جزاكم الله خيرا، الله يكرمكم، شكرا، الله يحفظكم. فإذا من قصد حاجة وردته الطيرة عن حاجته، تشاءم من شيء رآه أو سمعه أو كذا، فاعتقد أن تجارته ستفشل أو زواجه سيفشل أو أنه سيحصل له بلاء لو مضى في هذه الحاجة، من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. وهذا من الشرك الأصغر أيضا. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول أحدهم: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكان سمعت شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان يذكر هذا الحديث، يعني أنه من يعني لم يتسع له الوقت للاستخارة، يعني الاستخارة سنة، وهذا الدعاء أيضا سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر أن هذا الدعاء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يعني إذا لم يتسع الوقت للاستخارة أو تكاسل الإنسان عنها فيدعو بهذا الدعاء ويمضي في حاجته إن شاء الله، يعني تنوب عن الاستخارة إذا ضاق الوقت أو تكاسل عنها الإنسان. فيقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، ويمضي في حاجته إن شاء الله فلا يضره شيء بإذن الله. إن شاء الله. وروى الإمام أحمد بسنده عن أبي علي رجل من بني كاهل قال: خطبنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام عبد الله بن حزم وقيس بن المضارب فقال: والله لتخرجن مما قلت، أو لنأتين عمر مأذونا لنا أو غير مأذون. يعني يخوفون أبا موسى رضي الله عنه. موسى يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل.
يعني أشكل على هذين الرجلين، أشكل عليهما ذلك، كيف يكون الشرك أخفى من دبيب النمل؟ يعني هم يرون أن الشرك لابد أن يكون شيئا ظاهرا واضحا جليا، كيف يكون خفيا؟ فقالوا لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر ونشكون إليه أنك تقول هذا الكلام الذي هو غريب عليهما، سواء يعني بإذنك أو بغير إذنك أو قال بل أخرج مما قلت. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، فقال له من شاء الله أن يقول فكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. فأتم لهم الحديث الشريف وتمامه، فيه توضيح وبيان لوجه الإشكال الذي كان فيه في أول. قال وقد روي من وجه آخر وفيه أن السائل في ذلك هو الصديق الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال فكيف نتقي. ثم قال روى الحافظ أبو يعلى الموصلي بسنده إلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه وهل الشرك إلا من دعا مع الله إلها آخر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. ثم قال ألا أدلك على ما يذهب عنك صغير ذلك وكبيرة؟ قل اللهم أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. فهذا دعاء عظيم، يعني من قاله برئ من الشرك كله صغيره وكبيره. ورواه الحافظ أبو القاسم البغوي بإسناده إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل على الصفا، يعني على الصخرة الملساء. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف النجاة والمخرج من ذلك؟ فقال ألا أخبرك بشيء إذا قلته برئت من قليله وكثيره وصغيره وكبيره؟ قال بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم أستغفرك لما لا أعلم. لكن قال يعني هذه الرواية قال الدارقطني يحيى بن كثير هذا يقال له أبو النضر متروك الحديث، لكن قبلها روايات ثابتة في معناها يعني تغني عنه. ثم أورد حديثا آخر أيضا رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعي. قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي عندكم ومن شر، ولا في النسخة ومن شر في بعض النسخ فيها ومن النسخة هنا ساقط فنضيف عليه ومن شر الشيطان ومن شر أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. بعض الروايات فيها ومن شر الشيطان وشركه، وبعضها ضبط ومن شر الشيطان وشركه، الذين ضبطوها وشركه يعني من شر الشيطان ومن شر الشرك، ونسب الشرك إلى الشيطان لأنه يأمر به ويدعو إليه،
والرواية الأخرى من شر الشيطان وشركه، والشرك هو مثل الذي يصاد به الفريسة، يعني قال نصب شركه مثل الفخ أو الشبكة التي الشبكة التي ترمى لصيد السمك أو صيد طائر أو حيوان ونحوه. فشرك الشيطان يعني ما يلقيه الشيطان من الحبائل والشباك من أجل إيقاع الناس في المنكر والشرك. قال وزاد أحمد في رواية له عن أبي بكر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول، وذكر هذا الدعاء، وزاد في آخره بعد من شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فبهذا ينتهي تفسير هذه الآية الكريمة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ففيه تحذير من الشرك صغيره وكبيره. ثم قال وقوله تعالى أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون، أي أفأمن هؤلاء المشركون أن يأتيهم أمر يغشاهم من حيث لا يشعرون. الغاشية من الغشاء وهو ما يغطي، يعني ما يغطي الشيء يقال غشيه، يعني غطاه. أن يأتيهم أمر يغشاهم يعني يغطيهم يعني يعمهم ويشملهم من حيث لا يشعرون، كما قال تعالى أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وقال تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهذه آيات كريمة تفسر الآية التي معنا فيها وعيد من الله عز وجل للمشركين أن يأتيهم العذاب إما بخسف أو يعني أو بغير ذلك من أصناف العذاب التي توعدهم الله تعالى بها في أي وقت من أوقات الليل أو النهار. ثم قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال يقول تعالى لعبده ورسوله إلى الثقلين الإنس والجن محمد صلى الله عليه وسلم آمرا له أن يخبر الناس أن هذه سبيله أي طريقه ومسلكه وسنته، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان. البصيرة من معانيها العلم، يعني العلم واليقين والجزم والقطع، فهو يدعو إلى الله تعالى على بصيرة يعني على يقين من صحة ما يدعو إليه. هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة ويقين وبرهان شرعي وعقلي. قل هذه سبيلي يعني هذه طريقي، وطريق النبي عليه الصلاة والسلام هي الدعوة إلى الله تعالى على علم بصحة ما يدعو إليه، وهي كذلك طريق من اتبعه عليه الصلاة والسلام. قال وقوله تعالى وسبحان الله أي وأنزه الله وأجله وأعظمه وأقدسه عن أن يكون له شريك أو نظير أو عديل أو نديد أو ولد أو والد أو صاحبة أو وزير أو مشير. بعض هذه الكلمات يعني مترادف أو قريب بعضها من بعض، فلا يشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا، وينزه الله عز وجل عن أن يكون له شريك أو نظير أو عديل أو نديد.
فالمماثل أو المساوي، المماثل أو المساوي قد يكون يعني منافسا للإنسان لله تعالى المثل الأعلى، الإنسان قد يكون له نظير أو مثيل، إما يعني متعاون معه أو نظير أو مثيل ينافسه، فالله تعالى منزه عن ذلك أن يكون له نظير أو أن يكون له ند أو نديد. النديد اللي هو يعني مثل الذي ينافسه لكنه يعني يشبه به في مثل قوته ومثله، تعالى الله عن ذلك كله يعني. أو ولد أو والد أو صاحبة، والصاحبة الزوجة، أو وزير أو مشير، الله تعالى لا يحتاج مشورة من أحد ولا له وزير يعني يعينه ويستعين به في قضاء ما يقضي، فالله عز وجل غني عن العالمين سبحانه وتعالى، تبارك وتعالى وتقدس وتنزه عن ذلك كله علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. قال سبحان الله وما أنا من المشركين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام من التبع ينزه الله تعالى عن كل ما لا يليق ويوحد الله سبحانه ولا يشرك به شيئا. ثم قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. قال يخبر تعالى أنه إنما أرسل من الرجال لا من النساء، قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، فمعناه أن كل من أرسله الله تعالى من الرسل كانوا رجالا. وقال إيه من أهل القرى، يعني كما ورد عن بعض السلف يعني قالوا إيه ما بعث الله امرأة ولا أعرابية، يعني ما في نبي امرأة ولا أعرابية يعني من أهل البادية، كلهم كانوا إيه رجالا من أهل القرى. نعم. فقال إنما أرسل من الرجال لا من النساء، وهذا قول جمهور العلماء، قال وهذا قول جمهور العلماء، كما دل عليه سياق هذه الآية الكريمة أن الله تعالى لم يوحي إلى امرأة من بنات آدم وحي تشريع، ونحترز بهذا القيد، قال إيه وحي تشريع، يعني يمكن وحي بمعنى إلهام كما ألهم أم موسى مثلا أن ترضعه، ليس وحيا يعني فيه شريعة تكلف بتبليغها لأمة أو نحو ذلك. قال وزعم بعضهم، القول الذي مر هذا هو قول جمهور العلماء، لكن هناك قول آخر في هذه المسألة، قال وزعم بعضهم بعض أهل العلم أن سارة امرأة الخليل، امرأة إبراهيم عليه السلام، وأم موسى ومريم أم عيسى نبيات، بعض أهل العلم ذكر نبوة سارة وأم موسى ومريم عليهم السلام، عليهن السلام، واحتجوا بأن الملائكة بشرت سارة بإسحاق، يعني مرجع هؤلاء العلماء قالوا إن النبي هو من جاءه الملك، وبعضهم يقيد يعني يقول من جاءه جبريل من عند الله تعالى يبلغه بأمر عن الله عز وجل، فقالوا بخصوص سارة أرسل الله تعالى إليها جبريل عليه السلام ليبشرها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، فكما مر بنا يعني في الآيات في سورة هود وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، من الذين قالوا لها أتعجبين من أمر الله؟ هم جبريل وميكائيل وإسرافيل، أنهم جاءوا في صورة شباب حسان إلى إبراهيم عليه السلام، ثم بعد ذلك ذهبوا إلى لوط
فكان جبريل وميكائيل وإسرافيل فقالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة وهم متمثلون في صورة رجال، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فالذين كلموها بذلك هم الملائكة ومنهم جبريل عليه السلام. قال وبقوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، بخصوص الدليل على نبوة أم موسى عندما قال بنبوتها، قالوا إن الله تعالى قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، إذن أوحى الله تعالى إليها فهي إيه نبيته. وبأن الملك جاء إلى مريم فبشرها بعيسى عليه السلام، لأن الله تعالى قال أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إلى آخر الآية. فالله تعالى يقول أرسلنا إليها روحنا، يعني أرسل إليها جبريل، قال طالما الله تعالى أرسل إليها روحه جبريل عليه السلام إذن هي نبيته. وبقوله تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. نعم. وبعض أهل العلم زاد أيضا نبوة امرأتين أخريين هما هاجر وحواء، أيضا قالوا بخصوص هاجر أرسل الله تعالى إليها جبريل كما جاء في الصحيحين في قصة حفر بئر زمزم، فالله تعالى بعث إليها جبريل وجبريل عليه السلام كلمها وهو الذي ضرب الأرض برجله حتى يعني نبع البئر، فجبريل عليه السلام جاء إليها وقالت يعني إن كان عندك غواث إلى آخر ما ورد في حديثها في الصحيحين. فقالوا إذن أرسل الله تعالى جبريل إلى هاجر أيضا عليه السلام ليكلمها ويبلغها عن الله تعالى ويحفر لها بئر زمزم. وبخصوص حواء فقد كلم الله تعالى آدم وحواء عليهما السلام في قوله تعالى ناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، والتكليم من الله تعالى هو أحد أصناف الوحي، يعني قال مجيء الملك هو صنف من أصناف الوحي، والوحي أنواع، يعني ما كان البشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فهنا مثلا في حق أم موسى وحيا، وفي حق حواء كلمها الله من وراء حجاب، وفي حق سارة ومريم أرسل إليهما جبريل عليه السلام. طيب قال القائلون بهذا القول يعني منهم الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله والقرطبي، وهو مروي عن أبي الحسن الأشعري، لكن هو هنا الإمام كثير سيذكر رواية أخرى عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله، لكن منصوب أيضا إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله أنه قال بنبوة هؤلاء الناس. قال وهذا القدر حاصل لهن، ولكن لا يلزم من هذا أن يكن نبيات بذلك، يعني قل هذا القدر من التشريف نحن لا نجادل فيه، يعني من سواء العلماء الذين أثبتوا نبوة بعض النسوة أو الذين أنكروا نبوتهن كلهم مجمعون على أن الله سبحانه وتعالى بعث جبريل عليه السلام إلى مريم وإلى سارة وإلى يعني ما مر ذكره أن الله أوحى إلى أم موسى، يعني هذا القدر يعني الذي مر ذكره من التشريف والتكريم يعني لا نزاع فيه، لكن نزاع هل تثبت به النبوة أم لا، يعني هل هذا القدر كاف ليكن نبيات بذلك أم لا، يعني ليس الجدال في أنه هل الله تعالى أوحى إلى موسى أم لا، الله تعالى أوحى إليه، وأن الله أرسل جبريل إلى مريم أو إلى هاجر أو إلى سارة لتبليغهن بأخبار معينة كالتبشير بإسحاق أو التبشير بعيسى أو غير ذلك. فقال هذه يعني هذا القدر لا نزاع في ثبوته، لكن هل تثبت به النبوة أم لا؟
قال وهذا القدر حاصل له، ولكن لا يلزم من هذا أن يكون نبيا. فإن أراد القائل بنبوتهن هذا القدر من التشريف فهذا لا شك فيه. يعني يقول ابن كثير إذا كان الذي يقول بنبوتهن يعني قصد بالنبوة لم يقصد بها يعني أنهن كلفن برسالة وأن يبلغن للناس أو أوحي إليهن شرع خاص بهن وكذا، فإذا لم يقصد هذا المعنى وقصد بنبوتهن أنه جاءهن الملك وأنه أوحى الله تعالى إليهن بأمر ألهمهن به أو كذا، فإذا قصد هذا المعنى فأصبح النزاع لفظيا يعني هل هذا يسمى نبوة أو لا يسمى نبوة. قال ويبقى الكلام معه في أن هذا هل يكفي في الانتظام في سلك النبوة بمجرده أم لا، الذي عليه أهل السنة والجماعة وهو الذي نقله الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عنهم أنه ليس في النساء نبية وإنما فيهن صديقات. تعلم أبو الحسن الأشعري رحمه الله مر بمراحل، يعني كان في أول أمره معتزليا ثم في مرحلة من عمره يعني أنشأ فيها المذهب الذي نسب إليه والذي ينتسب إليه أتباعه الأشعرية، ثم في آخر عمره رجع إلى مذهب السلف وأهل الحديث وألف كتابه وكتاب الإبانة عن أصول الديانة وكتاب رسالته إلى أهل الثغر، رسالة أبي الحسن الأشعري إلى أهل الثغر، وكتاب مقالات الإسلاميين، وهذه الكتب موجودة من كتب الإمام أبي الحسن الأشعري يخبر فيها أنه على معتقد الإمام أحمد بن حنبل وعلى معتقد أهل الحديث، ويثبت فيها الصفات وينكر على من أول الصفات وينكر على من قال بخلق القرآن وينكر، يعني المقالات التي يقول بها الأشعرية يعني ينكرها الإمام أبو الحسن في تلك الكتب التي كانت آخر مرحلة من عمره رحمه الله. الأشعرية يجادلون في صحة نسبة هذه الكتب إليه، لكن أثبت صحتها إليه كبار أئمة الأشعرية أنفسهم مثل الإمام بيهقي والإمام ابن عساكر وهم من الحفاظ من الأشاعرة يعني، وأثبتوا صحة هذه الكتب إلى أبي الحسن ونقلوا كلامه منها. فالمهم الذي نقله أبو الحسن الأشعري عنه أنه أن أهل السنة والجماعة يقولون ليس في النساء نبية وإنما فيهن صديقات، كما قال تعالى مخبرا عن أشرفهن مريم بنت عمران حيث قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فوصف عيسى على السلام أنه رسول ثم قال وأمه صديقة، فدل على أنها يعني ليست رسولة ولا نبية. قال فوصفها في أشرف مقاماتها بالصديقية، فلو كانت نبية لذكر ذلك في مقام التشريف والإعظام، فهي صديقة بنص القرآن. قال وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، قال أي ليسوا من أهل السماء كما قلتم، لأن يعني مشركي قريش كانوا يحتجون على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إيه لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، فالله تعالى يرد عليهم يقول الرسل الذين أنزلهم الله تعالى قبل محمد صلى الله عليه وسلم ما أرسل الله تعالى ملائكة إلى أهل الأرض رسلا إلى أهل الأرض، وإنما أرسل إلى أهل الأرض رسلا منهم، والملائكة يعني جبريل عليه السلام يكون واسطة بين الله تعالى وبين رسوله الإنسي، ثم الرسول الإنسي هو يبلغ عن الله تعالى، لكن ما بعث الله تعالى ملائكة يعني يدعون دعوة عامة يكونون رسلا لله تعالى يدعون الناس إلى عبادة الله وتوحيده، وإنما هذه وظيفة الرسل من الإنس، وإنما يبعث الله تعالى الملك إلى رسوله الإنسي ليبلغ الوحي عن الله، ثم الرسل هم يبلغون عن الله تعالى.
قال: وهذا القول من ابن عباس رضي الله عنهما يعتضد بقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق الآية. وقال تعالى: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. يعني ما جعلنا الرسل جسدا لا يأكلون الطعام، يعني ما جعلناهم ملائكة. الجسد الذي لا يأكل الطعام هم الملائكة، فالله تعالى ما جعل الرسل من الملائكة، يعني ما جعلهم جسدا لا يأكلون الطعام، ولكن جعلهم ممن يأكل الطعام، يعني من جنس البشر. فهذا يعني فارق مميز للبشر عن الملائكة، أن الملائكة جسد لا يأكل الطعام، أما البشر فهم يأكلون الطعام. قال: وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. صدق الله تعالى وعده رسله فنجى الرسل، قال فأنجيناهم أي الرسل ومن نشاء يعني من المؤمنين الذين آمنوا بالرسل، وأهلكنا المسرفين أي المكذبين. قال: وقوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إلى آخر الآيات. فقول قل ما كنت بدعا من الرسل يعني مثلي مثل الرسل قبلي، لم يكن الرسل قبلي ملائكة وأنا إنسان حتى أكون يعني بدعا منهم، يعني شيئا عجيبا أو غريبا عنهم، إنما مثله عليه الصلاة والسلام كمثل من جاء قبله من الرسل. طيب، وقوله تعالى: من أهل القرى، المراد بالقرى المدن. قال المراد بالقرى المدن لا أنهم من أهل البوادي. فالمقصود بالقرى أو المدن يعني الأماكن التي يكون أهلها مقيمين فيها يعني صيفا وشتاء وطيلة السنة، يعني لا يزعمون عنها، ليسوا رحلا يعني كأهل البادية، تكون أماكن إقامتهم مؤقتة، يعني يرحلون من مكان إلى مكان. وأهل البادية لا يكون عندهم مساجد ولا علماء ولا يعني هذا القصد، يعني طبعا في التصنيف الجغرافي المعاصر يعني قد تكون يعني قرية موجودة في مكان نائم أو كذا، لكنها تظل قرية إذا كان فيها يعني مسجد وفيها يعني من يعلمهم الدين ويعلمهم الشرع وكذا، تصبح قرية أو مدينة. فقال المراد بالقرى المدن لا أنهم من أهل البوادي، يعني من يعيشون في الصحراء منعزلين عن الناس، الذين هم أجفى الناس طباعا وأخلاقا. يعني كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من بدا جفا، قال عليه الصلاة والسلام من بدا جفا، قال: ومن تبع الصيد غضب، ومن أتى أبواب السلاطين افتتن. هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، قال صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى أبواب السلاطين افتتن. والمقصود يعني اتبع الصيد غفل، يعني الذي يعني شغل جل وقته أو معظم وقته بالصيد، يعني بعض الناس يكون مغرما بالصيد ويخرج إلى الصحراء أو البر للصيد شهورا طويلة، يعني تتبع الصيد وكذا إلى آخره. فقال من أهل القرى، المراد بالقرى المدن لا أنهم من أهل البوادي الذين هم أجفى الناس طباعا وأخلاقا، وهذا هو المعهود المعروف أن أهل المدن أرق طباعا وألطف من أهل سوادهم، وأهل الريف والسواد أقرب حالا من الذين يسكنون في البوادي. إن الإمام كثير يقول أهل السواد اللي هو أهل المناطق الريفية يعني القروية، فقال أهل المدن يكون ألطف طباعا من أهل مثلا الأرياف يعني، ثم أهل الأرياف يقول ابن كثير أقرب حالا من الذين يسكنون في البادية، لكن الريف لا يظل قرى ومدن يعني، لكن مقصود أهل البادية ليس المقصود أهل الريف، وإنما أهل البادية هم إيه أهل الذين يعني يعيشون منعزلين عن الناس. طبيعة الخلطة بالناس يعني أهل المدن يحتكون بأصناف شتى من الناس، فيورثهم ذلك يعني
صبرا وحلما وكذا، يعني يواجهون اصنافا واشكالا مختلفه، بخلاف مثلا اهل الباديه فيكون يعني يعيش فقط مثلا مع اسرته او مع عدد محدود، فلم يرى شخصا غريبا ولا طبعا غير طبعه ولا كذا، فلا يكون عندهم الصبر والحلم وكذا في حين يخالط الناس، لا يكون معتادا على تقبل يعني الاختلاف بينه وبين الناس، فهذا القصد يعني. قال ولهذا قال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام. وقال قتادة في قوله تعالى من أهل القرى، قال لأنهم أعلم وأحلم من أهل العمود. أهل العمود هم أهل الخيم، يعني الخيم يضعون عمودا فوق قماش الخيمة، فقال أهل القرى الذين تكون لهم أبنية يعني ثابتة طيلة العام، ليست أبنية منقولة، يكونون أعلم وأحلم. قال وفي الحديث الآخر أن رجلا من الأعراب أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة، فلم يزل يعطيه ويزيده حتى رضي. يعني أهدى النبي صلى الله عليه وسلم ناقة، ثم يعني ظل يتعرض يعني ليكافأ عنها يعني، فظل النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه وهو يعني كأنه يعني ينتظر مزيدا يعني مكافأة على ناقته، فظل النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه حتى رضيه ويزيده، كلما أعطاه يعني كأنه شعر منه بعدم الرضا فزاده حتى رضيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت ألا أتهب هبة. كيف عندكم إلا من؟ مشكلة في من قرش ولا إلا من؟ إلا من. سبحان الله، هم ناقص يعني فيها خلل. إلا من قرشي، هكذا الحديث يعني ناقص إلا يعني. النص عندي هبة من قرشي، هذا خطأ يعني، الصواب ألا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. مش في عندكم إلا؟ في بعض النسخ إلا صحيح؟ النسخة اللي فيها إلا هي الصحيح. يعني هؤلاء أهل قرى يعني القرشي اللي هم أهل مكة، والأنصاري اللي هم أهل المدينة، والثقفي أهل الطائف، والدوسي أهل اليمن يعني، فهؤلاء أهل قرى مأهولة معمورة، بخلاف القبائل الأخرى يكونوا من أهل البوادي. فالنبي عليه الصلاة والسلام هم ألا يقبل، ألا أتهب هبة يعني ألا أقبل هدية، يعني ألا أقبل هدية، يعني لأن بعض أهل البادية كان طباعهم يعني المن بالهدية وانتظار يعني المكافأة بأضعافها وكذا، فهذا من يعني من الطباع غير الحميدة في بعضهم يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي، أي أحد غيره لأقبل منه هدية، لأنهم يعني يمنون بها وينتظرون مكافأتهم بأضعافها. أيوة أحسنتم، المن بالهبة أو العطية هو ذكر العطاء، يعني يعطي شخصا ناقة ويظل يقول أعطيت ناقة لفلان أو لم أعطك ناقة، هذا المن وذكر العطاء يعني. المنان بما أعطى. فمن الخلق الكريم يعني الإنسان إذا أعطى عطية خلاص ينساها، يعني أجره عند الله، ما تذكر يعني أنك أعطيته. نعم. وفي المقابل يعني الذي أعطي أيضا يسمى أنه يكافئ على الهدية ويعطي خير، بس لكن من غير حاجة أن يذكر الأول أنه أعطى. ثم قال وقال الإمام أحمد وساق السند إلى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. هناك دائما نقاش بين أهل العلم في المفاضلة بين الخلطة والعزلة، يعني بعضهم يقول العزلة أفضل، يعني خاصة في عند كثرة أهل السوء والفساد وكذا، وبعضهم يقول الخلطة أفضل. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول الذي يخالط الناس، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. مع ملاحظة أيضا أن العلماء الذين يعني فضلوا العزلة، بعض الناس يعني يفهم الكلام أو يطبقه بطريقة خاطئة. يعني العزلة التي فضلها بعض أهل العلم واستدلوا عليها مثلا ببعض النصوص، ولو أن تعض بجزع الشجرة، ولو التي حثت على العزلة في آخر الزمان وعند فساد الناس وكذا، فالعزلة التي قصدوها هو أن الإنسان يكون يذهب يعني عند شجرة ويكون معه غنم ويعتزل الناس ويعني يتفرغ للعبادة والطاعة وكذا. لكن بعض الناس يأتي مثلا في يأخذ حديث العزلة ويطبقها على أنه يعتزل المساجد ويعتزل المسلمين وكذا، وهو تجده مثلا له وظيفة مع الكفار وجيرانه الكفار والأطفال يخالطون الكفار، فهو يعتزل المسلمين ويخالط مثلا المشركين وكذا ويدعي أنه يعتزل. نعم هذه ليست هي العزلة، هذه عزلة مذمومة. اعتزل المسلمين وخالط المشركين، وخاصة إذا عنده أطفال ولا كذا، يعني يمكن أن ينحرفوا بسبب ذلك. فالمسلمون مهما كان فيهم خطأ أو تقصير أو يظل يعني حتى لو طفله أطفاله نشأوا على توحيد الله وعبادته، مهما كان فيهم مثلا من عيوب يعني يسلمون بإذن الله من الخلود في نار جهنم. فليس المقصود اعتزال المسلمين ومخالطة يعني أهل الشرك أو أنه يعتزل المساجد أو يعتزل، وإنما المقصود أنه يعني أحاديث العزلة عند فساد الناس في آخر الزمان، أنه يأخذ بعض الغنم ويتفرغ للعبادة وحده بعيدا عن الناس أو كذا. ولكن تظل الخلطة أفضل، إذا خالط الناس وصبر على الأذى أحسن. قال وقوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض، يعني هؤلاء المكذبين لك يا محمد عليه الصلاة والسلام، في الأرض يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أي من الأمم المكذبة للرسل، كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، كقوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا استمعوا خبر ذلك رأوا أن الله قد أهلك الكافرين ونجى المؤمنين، وهذه كانت سنته تعالى في خلقه، ولهذا قال تعالى ولدار الآخرة خير للذين اتقوا. أفلم يسيروا في الأرض، يعني والسير قد يكون سيرا يعني بالأقدام أو سيرا بالفكر، يعني مرات بعض المفسرين يفسروا هذه الآية أن المقصود بها سير الفكر، يعني مش بالضرورة أنه يسافر على قدميه يعني يزور تلك البلاد، ولكن يعني يسير بفكره يتأمل يعني حال قوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط وأمثالها من الأمم وفرعون وكذا، كيف أهلكهم الله تعالى، يعني يسير بفكره ويتأمل في عاقبة المكذبين. ولا مانع أنه إذا سافر يعني مر على تلك الديار ولا كذا، لكن لم ينقل يعني عن السلف مثلا عن الصحابة وكذا أنهم فهموا من هذه الآية أنهم كانوا يتعمدون مثلا زيارة مكان هلك فرعون ومكان هلك قوم لوط ومكان هلك قوم كذا وكذا، يعني ما كانوا يتعمدون ذلك، إن مروا عليها في طريقهم مروا يعني، لكن ما كان يعني يسافرون خصيصا لرؤية هذه الأماكن. فإذا فهموا منها فلم يسيروا، يعني بمعنى التأمل في ذلك أو التفكر فيها.
والاستماع لخبره، يعني هنا أيضا في الصلاة قال فإذا استمعوا خبر ذلك. قال ولهذا قال تعالى ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، أي وكما أنجينا المؤمنين في الدنيا كذلك كتبنا لهم النجاة في الدار الآخرة أيضا، وهي خير لهم من الدنيا بكثير، كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يبقى الله تعالى نجى المؤمنين في الدنيا ونجاهم في الآخرة أيضا. قال وأضاف الدار إلى الآخرة فقال ولدار الآخرة، يعني لم يجعل الآخرة وصفا للدار في هذا الموضع، لم يقل ولدار الآخرة، وإنما قال هنا في هذه الآية قال ولدار الآخرة مضاف ومضاف إليه. قال كما يقال صلاة الأولى ومسجد الجامع وعام الأول وبارحة الأولى ويوم الخميس، فهذه أمثلة يعني أنه يعني ممكن الآخرة تكون صفة تقول وللدار الآخرة في بعض المواضع، أو تضاف يضاف الموصوف إلى صفته، يعني ممكن يضاف الموصوف إلى صفته فتصبح الصفة مضافا إليه، مثل الصلاة الأولى فتقول الصلاة الأولى وما أشبه ذلك. ثم استشهد بأبيات من الشعر يعني في هذا المعنى، يعني هو وجه الشاهد في البيت وقوله ديار عبس في البيت الثاني، قال ديار عبس فأضاف الديار إلى الحالين فيها. قال أتمدح فقعسا وتذم عبسا، ألا لله أمك من هجيني، ولو أقوت عليك ديار عبس عرفت الذل عرفان اليقين. استشهد يعني قوله ديار عبس فأضاف الديار إلى من حل فيها. قال هنا أقوت الدار يعني خلت من ساكنيها. طيب نقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله.